أعلنت كتائب من المعارضة السورية المسلحة فجر اليوم بدء معركة جديدة تحت مسمى نصرة لأطفال مضايا، والهادفة إلى تحرير نقاط مهمة بريف القنيطرة الأوسط ودحر قوات النظام وصولا إلى تحرير طريق السلام الدولي في الريف الغربي لدمشق. المعركة بدأها الثوار بتمهيد مدفعي وقصف لقوات النظام في بلدات جبة وتل الشعار والصمدانية، ثم معارك عنيفة بالرشاشات الثقيلة والأسلحة الخفيفة بعد وصول مقاتلي المعارضة إلى نقاط متقدمة تحت سيطرة النظام، ما أسفر عن قتل عدد من قوات الأسد واللجان الشعبية الموالية لها.